الأنبياء كلهم ضحوا من أجل هذا اليوم. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا. لكن هذا اليوم أيها الإخوة جاء به نبينا إبراهيم وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله من أجل التضحية ومن أجل الأضحية ومن أجل الفداء ومن أجل العطاء ومن أجل الفرحة ومن أجل البهجة ومن أجل السرور. والله إنه يوم الفرحة، يوم الفرحة ما بعده فرحة، لأنه يوم الجائزة، لأنه يوم الرحمة، لأنه يوم المغفرة، لأنه اليوم الذي يذكرنا الله، لأنه اليوم الذي يباهي الله بنا الملائكة. في عرفة كانت أيها الإخوة كان يوم عظيم عند الله، يوم العتق من النار ويوم الرحمة والمغفرة، واليوم يوم الرحمة ويوم المغفرة ويوم الجائزة عند الله سبحانه وتعالى. كل من كان على الطريق، كل من صام يوم أمس، كل من اجتهد يوم أمس، كل من تقرب إلى الله، كل من دنا من الله، كل من فعل في خير أيها الإخوة، فهذا اليوم ازداد هذا الإنسان خير على خير من الله سبحانه وتعالى ومن تطوع خير. فإن الله شاكر عليم، فإن الله يشكر عباده فعل الطاعة فيثيبهم على القليل بالكثير ويعلم أعمالهم صغيرة وكبيرها ومقدار ما يستحقون من الجزاء عليها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول لنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فهذا هو الفرح أيها الإخوة، من أجل الدين ومن أجل التوحيد ومن أجل العقيدة ومن أجل الشعيرة ومن أجل هذا العيد. ذلك ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم كل الشعائر أيها الإخوة، الشعائر الدينية، الشعائر الربانية، الشعائر المحمدية، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها. وليس لني لأعطينه وليس عدني لأعيدنه. أيها الإخوة الطريق واضح. ويا خيبة، ويا خيبة الغافلين، ويا خيبة الغافلين، ويا خيبة المعرضين، ويا خيبة الذين يبتعدون عن الله وعن كتاب الله وعن الفرائض وعن الشرائع وعن الأحكام. يا إخوان الدليل هو اليوم. لماذا اجتمعنا؟ من أجل السنة، سنة مؤكدة. ينبغي لنا أن نجتمع على الفرض، أن نجتمع على الدين، أن نجتمع على التوحيد، أن نجتمع على الصلوات. النساء يأمرون رجالهم بالذهاب إلى المسجد. كثير من الناس أيها الإخوة لا يصلون ونساؤهم لا يحرضونهم على الذهاب إلى المسجد. همهم بطونهم، خصم يأكلوا ويشربوا، انسى المرخصة دا كله تشرب. ما تقولش يا رجل اتق الله فينا، اتق الله فينا، اذهب إلى بيت الله، صلي مع الجماعة، أدي الواجب، أدي الشروط، أدي الفرائض، اذهب تعلم القرآن، تعلم الدين، تعلم الرسالة، تعلم العقيدة. أكثر الناس لا يهتمون بالدين، أكثر الناس لا يهتمون بالعقيدة ولا بالتوحيد. النساء أيها الإخوة مسؤولون، والرجال مسؤولون، والصغار مسؤولون، والكبار مسؤولون. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته إخواني في الدين. لهذا الدين أيها الإخوة، الدين هو أن نحرص، الدين هو أيها أن نطبخ، الدين هو أن نمتثل. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، خير على خير. أن نعظم حرمات الله أيها الإخوة، أن نعظم شعائر الله أيها الإخوة، أن نعظم دين الله أيها الإخوة، أن نعظم الصلاة في قلوبنا أيها الإخوة، أن نعظم القرآن في قلوبنا أيها الإخوة، أن نعظم كل ما جاء به رسول الله من عند الله. وهذا هو طريق أهل الهمم العالية.